السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو انتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء، عايزكم تستحملوني دقيقة واحدة بس يا جدعان، بالله عليكم محد يجري عشان انا الدقيقة ديت في اختصار كل حاجه فاتت الاسبوع اللي فات. طبعا يا جدعان حوار الدعم اللي احنا كنا عاملينه ان احنا نجمع مبلغ عشان خاطر نطور السلاكه ونعمل سلاكه جديده وفوقها غيه ونطور، طبعا يا جدعان اقسم بالله العظيم اللي جالي لغايه اللحظه دي 180 جنيه من المبلغ اللي احنا قلنا عليه، والله والله هم 180 جنيه، واحنا كنا متفقين من هنا يعني من ساعه ما عملناها لغايه يوم الخميس اللي هو ده هيبقى اخر يوم. فطبعا النهارده اخر يوم يا جدعان، هسيب فيه رقم فودافون كاش، ومن هنا لغايه يوم السبت لو ما جمعناش مبلغ حلو ان احنا نقدر نطور بيه او نعمل بيه حاجه، طبعا ال 180 جنيه دول ولو جم عليهم حاجه بسيطه ان شاء الله هطلعهم لله لناس غلابه كده بنيه ثواب للناس اللي دفعتهم، يروح ليهم ثواب. تمام، ويبقى احنا كده حاولنا، ويبقى انا كده عملت اللي عليا وحاولت وربنا ما وفقش او ربنا ما قررش، ويحرم عليا والله العظيم قصادكم يا جدعان وقصاد ربنا يحرم عليا اي جنيه منهم، ويحرم عليا اي حاجه تخش جيبي من الفلوس اللي اتدفعت دي هتطلع كده لله طالما ما قدرناش نجمع، والحمد لله رب العالمين كانت محاوله والحمد لله ربنا ما وفقش. فتعالوا بقى نكمل كلامنا واحنا بنبص على الحمام عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا. وزي ما قلت لكم كده يا رجاله، من هنا ان شاء الله يعني هسيب الرقم النهارده، ومن هنا اليوم السبت ما جمعناش مبلغ ان احنا مثلا نطور بيه نجيب بيه جوز مثلا حمام حلو، نجيب بيه مثلا عرقين ثلاثه خشب يعني لغايه اما نبتدي نكمل ونجيب حاجات نطور يعني، فاهمني؟ يعني مثلا هم 180 جنيه اللي جمعناهم، من هنا اليوم السبت وصلوا 500 وصلوا 1000، هنزل اجيب بيهم مثلا خشب، عرقين ثلاثه الواح، مراين، لغايه اما ان شاء الله ربنا يوفقني واقدر اكملها. تمام، زي ما قلت لكم ما قدرناش ومفيش حاجه اتجمعت تاني، باذن الله هيطلعوا لله بنيه الناس اللي هم دافعينها. تمام يا جدعان، وحاولنا والحمد لله. طبعا فيديو النهارده بقى كده يا جدعان متابعه شامله للحمام كله، هنشوف بردك ايه اللي عندهم، نطمن على الزغاليل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، العب في دبانه في الزغلول، عايزين الحشرات، فيديو الحشرات والله يا جدعان مستنيه، ده يوم الاجازه، ده فيديو الحشرات ده يوم الاجازه، عشان طبعا عايز نظافه شامله للسلاكه وعايز الحمام يتبدر وعايز حوار، مش هينفع في وقت زي ده. بسم الله ما شاء الله، ما انت بص واكل اهو واكل، امال ايه يا ابن الذين، مالك بقت صعلوك كده ليه؟ بس يا بابا بس، اخوك تمام. دولك اللي جوزناهم يا جدعان امبارح في فيديو امبارح ما شاء الله، ثانيه كده هما كده خدوا بعض يا جدعان، الحمد لله النتايج كويسه ما اتضربتش، النتايج كويسه ما اتضربتش. تمام، فدولك كده باذن الله هيشتغلوا ان شاء الله وربنا يرزقنا منهم باذن الله. هنا كده ما فيش، نيجي نطمن على دول بردك، عمالين يجمعوا في فريش وبردك ما فيش حاجه جديده اتعملت، وما فيش حاجه جديده اتعملت، ما علينا. احنا طبعا هنشوف مثلا لو في حصوايه بايظه هناخدها نرميها، متابعه شامله يعني النتايج دي، هنشوف دلوقتي احنا بنتابع ايه الاحسن حاجه ليها ممكن تتعمل. تمام، دولك كده يا جدعان، الحصى ده طبعا بايظ، بصوا الحصى ده طبعا بايظ، هو الزغلول حي ولا مش حي؟ انا شفت حاجه بتتحرك جوه، ثانيه كده، هي متخرشمه بس مش عارف، دي فاضيه، دي هي دي باين عليها انها فاضيه، نرميها هنا، بس دي مش عارف برضه. بس لا ده مهوية من كل حتة، بس والله شاكك فيها، خلاص دي هسيبها يا جدعان لي بالليل عشان والله شاكك فيها، هي تقيلة وحاسس ان في حاجة بتحرك جواها، هسيبها لغاية بالليل، ولما اجي بالليل هشوفها، لما اجي بالليل هشوفها، لقيتها كده اقوم راميها. يبقى كده معانا حصويتين، وانتوا ايه لسه ما حصيتوش تاني؟ لسه يا رجالة، بسم الله الرحمن الرحيم، وانتوا ايه مفيش جديد؟ انا عايزكم بقى تركزوا يا جدعان، دي الهزه الطبيعيه اللي في الهزازات، الناس اللي بتقول لي ما اتروشوا، فين الهزه اللي فيهم او الروشه اللي فيهم؟ يعني انا مش ملاحظها فيهم، انا ملاحظ الهزه الطبيعيه اللي بتبقى في الهزازات يا جدعان، تمام؟ فانا مش ملاحظ فيهم اي حاجه، فعلى الله. وانتوا ايه ما فكرتوش انتوا تعملوها؟ طب النتايه رقدت اهي، النتايه رقدت، طب كويس والله يا جدعان، انا يعني سايب لهم الحصوه دي زي تمهيد ليهم كده، يمكن يحنوا ويحصوا ولا حاجه، ربنا كريم. وانتوا لسه ما فكيتوش؟ ما شاء الله لسه برضه. ايه يا صاحبي؟ يا صاحبي يا اسطوره انت، الله الدكر ده انتوا عملنا له فيديو، دكر عجيب الحمد لله رب العالمين.
طبعا انتوا حاسين في المحتوى ان مفيش جديد، بس قسما بالله انا عمال اجهز في افكار وحاجات كده، هبتدي اجهزها لكم واصورها الفترة الجاية. تمام، يعني ممكن من الفيديوهات الجاية ان شاء الله، بس ديك عايزة ان اصحى لها بدري عشان هتبقى حاجات بوم الطخ ان شاء الله. بإذن الله يبقى في جديد ان شاء الله. شايمة ايه؟ كنت ده هحتاج ان هو يتحص ولا ايه؟ ثانية كده، هي ابتدت تطري كده يا جدعان. خير ان شاء الله، خير يا مسهل يا رب، ربنا يرزق. انت قادر في الطاجن ليه؟ مش ابنك ده؟ خش. الله اكبر، ما شاء الله، احنا ملبسينك دبله. لا ده كده يا جدعان عايز يلبس دبله، نلبسه دبله، ما نلبسوش ليه وهو صغير، نلبسه دبله، نلبسه احلى دبله كمان. ماشي، وانتوا ايه؟ الله يا سلطان، انا هعمل لك مفاجأة محترمة، بس تتقل عليا، هغير لك النتاية الأمورة اللي جوه دي، بس اصبر عليا بس اما انزل السوق. بصراحة يا جدعان النتاية ديت مش عارف جميلة قوي، واشتغلت معاه مرة بس سبحان الله متفهموش في ايه. لا انا مش فاتح لك كده، بسم الله ما شاء الله يا ابني. وانت مطرود كده على طول؟ انت مطرود كده على طول؟ عايز ياكل ده؟ ده عايز انا اللي اكله. عيني، حاضر عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده يا جدعان ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. طبعا ده ما لبسناهوش دبل عشان الشروال اللي في رجله ده، الوقت كان ازف وما عرفناش نلبسه بسببه. انا هحط لكم اكل دلوقتي وهنروق عليكم ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا رب، هيبقى اول زغلول خدناه منهم. ودولك جابت الحصوات التانية، يا اللهم صل على النبي ما شاء الله، جابت الحصوات التانية، عايزين نفرش لها الطاجن. ثانية كده خليكم معايا، تعالوا كده يا رجالة، حبيت رملة، تعالي تعالوا كلكم كده عشان خاطر ايه بود ما يتكسرش. طبعا يا جدعان رملة انا شغال بيها حلوة ما شاء الله، مفيهاش حاجة، انا شغال بيها ايه بقالي يجي شهرين او ثلاثة، الحمد لله مفيهاش اي حاجة. بس 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 ايوه بس كده يا جدعان، تمام خليك كده. وانت يا سفروت ما جبتش الحصوية التانية؟ بس هي بطنك التالي ما شيلش غير حصوية واحدة، ان هي حصوية قد بطنك اصلا، والحصوية دي يا جدعان معمرة. الله اكبر، هي بصوا باين عليها انها معمرة، مش باينة في التليفون بس انا ماسكها، هي باين عليها انها معمرة. يا مسهل يا رب، اما نشوف الناتج بتاعهم هيبقى عامل ازاي، ربنا كريم ان شاء الله خير. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الحمد لله ان احنا لحقناه ولبسناه الدبله بتاعتنا اهو، يوسف صبحي، الله اكبر. واكل اهو يا رجاله، ربنا يا رب يزيد ويبارك ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يلا خير خير، ربنا يا رب يزيد ويبارك. ايه عملتوها؟ عملتوها؟ لا لسه ما شاء الله بقى. خير زمزم بقى، انا بقول لكم زي ما قلت لكم شفت الدكر كسر عليها. تعالي كده، لا لسه لسه مقفله. والله زمزم شكلك في الاخر هتطلع دكر، ما علينا يعني، طلع الدكر مش مشكله. وانتوا دولك يا جدعان للبيع، ودول اخرهم 500 جنيه تمام. الاصل دول شغالين واشتغلوا عندي مره وجابوا زغلول ومات، انتوا اكيد اللي متابع عارف الموضوع ده. بسم الله ما شاء الله هم يا جدعان، الاصل دولك زي ما احنا شايفين مستوى بردك متوسط، مش مستوى توب بس حاجه محترمه جدا. دولك يا جدعان اخرهم 500 جنيه، وان شاء الله اللي هياخدهم هيشتغلوا عنده، باذن الله اللي هياخدهم هيشتغل عنده. ان هم عندي هنا ما اعرفش الحاجه بتيجي نظيفه، والله العظيم يا جدعان ملاحظ ان الاصوص اللي بتيجي نظيفه وغاليه ما بتقعدش، يعني بتشتغل مره وبعد كده توقف، ما تفهموش بقى دي عين ولا ايه اللي بيحصل، ماليش رزق فيهم ما اعرفش. فدولك كده يا جدعان اخرهم 500 جنيه تمام، حاجه الله اكبر، مستوى تقليب محترم تمام. طيب كده خلصنا هنا، خش نطمن على الزعيم يا سمس، اتعود انت من هنا يا سمس. بسم الله. طبعا يا جدعان الجو انا ما فتحتش للزعيم النهارده، بصوا عفره وهوا وكل شويه، بصوا الشمس فجاه تطلع وفجاه الجو يقلب والجو بايظ خالص. عايز اوريكم من هنا كده، بصوا بصوا بص الهوا بيعمل ايه في الحاجه، بصوا يعني الجو بايظ، الجو فعلا بايظ، فعشان كده فتحتش للزغاليل دي. فاحنا هنقوم فاتحين لهم هنا كده، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا دولك يا رجاله اللي نقلناهم امبارح مش هي يعني مش هيطلعوا معاهم النهارده، مش هيطلعوا معاهم النهارده، لسه هسيبهم يومين ثلاثه برضك يتفرجوا معاهم من السلك اللي زي ما قلت لكم ومن الفتحات دي يفهموا الدنيا ماشيه ازاي. بصوا هم كلهم نزلوا دولك بس يتعودوا عليهم ماشيه معاهم الدنيا ازاي، تمام، وبعد كده باذن الله هننزلهم تمام وربنا كريم ان شاء الله، بس مش هنستعجل باذن الله، في نشهم وخير باذن الله اللي ربنا عايزه هيكون. تعالوا بقى نجهز لهم اكلهم طبعا يا رجاله اللي على الله كده كل يوم شنطه ب50 جنيه بشتغل لاكل الحمايه يعني يا دوبك جزء من المرتب بيروح على الاكل والله العظيم. بصوا بس الكلفة اصلا كل شويه تيجي بشكل غير الشكل، مش عارف اختي بتجيبها منين والله. الله بصوا كلها دوره وقرف ومش مظبوطه. ما علينا يا رجاله، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، هنجهز للحمام الاكل دلوقتي وناكلهم عشان نروح شغلنا، وعلى الله التسهيل. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.